لا لا ما شاء الله على دي اللي سمت شد ما نود عدل ما شاء الله وإب ما عنده كل ما نود عدل لكن ندور المهم كلا أن وتد بشيء قوم والقاس قاس يدوب بخير لنا إن شاء الله الحمد لله لا لا قوم ده خير المدة بزود ما عنده مشكلة توالي بس أي توالي ما عنده بروبلم لا لا دايرين العدالة ودايرين العافية إن شاء الله ما دايرين شيء دايرين السلام إن شاء الله ربي نجيب العافية إن شاء الله أنا ندور العدالة بس ندور يعني الشعب يكون يعني ما تعبانين الشعب بكون يعني ماشيين كويس خدمة كويسة الشركات يتحركوا هاي ده بدنا ندوره دور العافية بس إن شاء الله دور العافية في البلد ما دارين البرجل دور العدالة بس ما ندور يعني شغل اللي بمشي ببرجل وبيجيب لنا مشاكل ده ما بكون يعني ما كويس يعني دور العافية في البلد بس دور العافية ما شاء الله بارك الله فيك سمت يعني ما قصر إن شاء الله الله يطول عمرك قدام إن شاء الله سهل لنا البلد ما شاء الله جزاك الله خير وإحسان تاول لنا البرد إن شاء الله الله يطول عمرك إن شاء الله جزاك الله خير إنسان جزاك الله خير إنسان مواطنين دائرين هذا والحمد لله إن يشون دائرين العافية بس ما دائرين أي حاجة العافية ده بدل قدام الآخر ده كله ساكت دائرين العافية بس والبلد ده إن شاء الله ربنا يكون تمشي قدام هاي ما دائرين أي مشاكل وما دائرين المشاكل ده ما شنو كل ما الله كي ما يجيبها والناس الجماعة اللي قاعدين في الهوار كمان إن شاء الله الله ينجوم الهوار تكلم تكون بالذي إنسان ما يكون ده كده ما ينفع خليه إن شاء الله ربنا يحفظنا ويحافظ القاعدين برا كل إن شاء الله الإجماع خليه يجوا ما عندنا مشكلة آخر والله من جرة سمت من جرة عنده تأخير كثير عندرو مندا وكل جيده ما شاء الله سكرتي كل عديل أي شيء عديل ما شاء الله الله يزيده والله الله يخليك كمان عندنا دورو عين وفر لنا قرعة والمعقولات معقولات كل ينقصوا وندور عفو السلام بس مشكلة كمال جينا لكن مشاكل نرى في الشوارع وكبس لكن الحمد لله شيء تلف كما في دور العافية بس الحمد لله في السلامة ونسأل من الله تعالى العافية والسلامة لكن داير من رئيس الجمهورية يشوف لنا الطرق ده الشوارع الهسا قاعدين ده كله قدام يعني هسا في خريف ده كان نواجه صعوبات مرة دايرين هو بنفسك يهتم بالشعب ده يمرق الشفا وناس القاية انتون كونترا انا شوارع كلهم ما قاية خدم ده بس ندور كي شيء ده هو يلايس فوق انت جرى البلد ده ما شاء الله تحسن لكن فاقدين شغل كثير لان الشوارع ده السنة ده علمي اكلانا مرة واحد مكان كي تمشي تلقى درب عديل كمان والامبو ده كله بيقى كثير والبالي كله كما شاء لبتان ناس نايمين نادم باليهم كله ما انا طلبوا من السيمتي خليه يفكر في قوام الدربة ده انا محتاجين منه ونسأله الله يجيب لنا العافية في البلد ما نطلب السلام حول التبادي يعني السلامة أهم حاجة أين ندور الشركات عشان يجي لنا ممكن يعني العمال نخدمه وبضرانا على كل شيء داير بتان شيء واحد بالنسبة للمستشفى الكبير أنا سنترال أنا جميلة يكون سنترال نظيف يستقبل النادم كيف يستقبل الإنسان كل زمن أنت مالباي زمن هنا مالو كيف الإنسان يقدر يستقبله كيف إنسان راجع في السماتيت وما يجوب خبره إنسان فلا بد السلام ماجورتي أنا من القروس الحمد لله ماجورتي هنا 90% من القروس لكن قاعدين نفكر في الحاجة دي لازم يعني يكون زمان تاهنا تمبلا لازم مشوضن يقدر بعرفه مكانه تمبلا تاهنا المشوضنين بقدر مشوضن ماشي في الشارع يزرق الناس هل تاهنا تمبلا جاي هل تاهنا مالهم جاي خلينا نفكر في شيء ده أخواننا الإنسان لازم مشوضن الدرا وإن كلنا الدرا إن شاء الله جزاك الله خير كن الحمد لله السيم تي من جدا العافية جاد وشنو اول الناس قالوا قال كندلجي ما في ده شغل بفضل ما في كل الحمد لله شغل قصر ما في كي الله صدع شرنا وشغل كله ماشي على مش الحال ومن ده مشكله هسه كلها خلي يستمروا يسووا قوامهم ده شغل كان المكان ده كان الله يسوي شغل البلد ده شيء كثير غيره لكن هسه ندوروا كهرباء يتوفر وقال ما له به الا ده يلقوا لي هلل ها مثل كده البلد ده ندوروا طرق وكهرباء ومياه والله يتمنى البلد يتأدل بس في كل شيء يتطور مثل البلدان الآخر يعني ندورو ده ندورو يعني أي بلد يمشي قدام يعني هسا أي بكان كله علم يأكله وناس شاري كله ما فيه وهسا يعني كهرباء كله ما عندنا قريب 10 أيام كهرباء ما عندنا وليني واي ده كهرباء قاعد ليني واي ما فيه ده ما يجي يحلو لنا كومبلي ويشيرو كومبلي ولما جه نورمال مره يعني شغل هل البلد مش لده
قرا علم كما قايد ام باكر ما في دا ما يجي ابليجي قرا دا دائما يقعد ماشي حسا كاني بلا شفا بقى علم نعد ما فيها شوار وين دا كانال قول مالنا بقى علم يمشي برا ما في نورمال ما راشا ولا يستاد العلم دا شو دل دا يعني من بعد من دا علم دا يقول يمشي بحر مش الله Je n'ai pas beaucoup à dire, mais moi je veux la paix du pays. Et en plus, pendant la transition, je veux dire que notre pays avait vraiment connu des des infrastructures qui empêchent notre pays de se développer. Mais ce qui m'a impressionné, je veux que notre pays soit en paix et soit aussi stable. Je veux la stabilité. Inch'Allah, il y a une chose qui est en train de se faire. Il y a une chose qui est en train de se faire. Mais il y a un gaz qui est en train de se faire. Le gaz qui est en train de se faire dans la ville. Il y a un peu de temps. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a un gaz qui est en train de ناس بيشاكلوا شنو مشكلة حق الغاز ناس ما سيادة الدكان ذاتك ما بيستقبلوا أسا كده أنا ندور نستقلوا يعني خمام أنا الدولة ده كويس تمام نظام أسا شوارع كله ما كويس الخور أنا بتاع الكانيفور كله ما كويس كهرباء كله ما فيش ده بلد ده ندوروا يستعدلوا أسا الماء ذاته كان صبت المطر دي كان كبت ذاته بكان محل ده المطر ده كله بتاكل الهي احسن 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 كان زادوا ده ما مستقبل عن الدوله كله السلام عليكم